بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بكم، حلقة جديدة ولقاء متجدد وبرنامج أنا الوطن. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنحتفل النهاردة بيوم الشهيد، ومبارح احتفلنا باليوم العالمي للمرأة. حقيقة احنا حلقتنا النهاردة معانا عدد من الموضوعات المهمة هنتكلم فيها، هنتكلم عن فيروس كورونا وإزاي نتجنب الإصابة به، وهنكشف كمان تطورات أزمة المستثمرين في الشركة العالمية للمشروعات السياحية أمريكانا، وهنناقش في حوارنا النهاردة موضوع مهم جدا، أوضاع البورصة المصرية وأسباب تراجع المؤشرات وكواليس أول انتخابات لاتحاد الأوراق المالية. ضيوفنا النهاردة اثنين من كبار الخبراء في سوق المال، الأستاذ محمد عبد الله والأستاذ وائل عنبة، هيكون إن شاء الله معانا في الجزء الثاني من حلقتنا في الحوار. لو بدأنا من فيروس كورونا، لا حديث في العالم إلا عن فيروس كورونا. تفشى فيروس كورونا عالميا، أدى هذا التفشي إلى تخوفات كبيرة بشأن الاقتصاد العالمي. وبعد ما كانت مديرة صندوق النقد الدولي بتتوقع تراجع النمو العالمي 1% فقط، أصبحت أغلب التقديرات الدولية تشير لتراجع النمو عالميا حوالي 2%، يعني هم كانوا متوقعين تقريبا 4-4.5، فالتوقعات كلها النمو العالمي هيحقق حوالي 2.5%. ده بالتأكيد يعني أسباب كتيرة يعني هتدخل في هذا. طبعا شايفين انخفاض أسعار النفط لتصل أقل معدل لها في 7 سنين، أعتقد هي من وصلت $28 للبرميل بسبب تباطؤ النمو العالمي. وكمان حرب تخفيض الإنتاج بين روسيا والسعودية، وده كارثة اقتصادية طبعا للدول المصدرة للنفط، خصوصا دول الخليج وروسيا. ده هيؤدي لزيادة العجز في الموازنات والتأثير بشكل حاد على معدلات النمو في الدول دي. على مستوى التأثير الصحي، تراجع عدد الوفيات في الصين جراء فيروس كورونا المستجد، وأصبحت إيطاليا في صدارة عدد الوفيات. كمان تم عزل مدن كبيرة وكثيرة في إيطاليا، وإقامة المباريات بدون جمهور، وعديد من الدول قامت بإيقاف الرحلات الجوية وتعطيل المدارس. وإلى الآن ما زال انتشار الفيروس في مصر والحمد لله محدود، ونتمنى مزيد من إجراءات الوقاية اللي تؤمن الشعب المصري. حقيقة يمكن ضمن الإجراءات الاحترازية اللي اتخذها الحكومة لوجود فيروس كورونا المستجد، هو قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم تعليق جميع الفعاليات اللي ضمن فيها تجمعات كبيرة من مواطنين، زي بقى الحفلات الغنائية، زي الموالد، زي الكلام ده كله، اللي بتتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة وفي الوقت نفسه. كمان نفى المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الوزراء، قال انه لا توجد نية لتعطيل الدراسة بسبب كورونا، كما لا توجد حاجة ملحة للقيام بذلك. وأضاف يعني تعليقا عن مطالبات تعليق الدراسة في المدارس أسوأ زي اللي قامت به بعض الدول، أن الدول بتتخذ هذا الإجراء وفق المعطيات وتقييم الموقف المتاح لديها لحالة كل دولة على حدة. إحنا في مصر لم نصل الحمد لله بعد لهذه المرحلة اللي تستدعي تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا، ومع ذلك يتم الموقف تقييم موقف على مدار الساعة اللي يكون دوما على هبة الاستعداد لأي طارئ. والوقاية بتبدأ مننا، يعني نحاول نمنع شوية التواجد في تجمعات، التزام بالمعايير اللي حددتها منظمة الصحة العالمية، غسل المتكرر للإيدين، والنبي نخف شوية الأحضان والبوس والقبلات. وحشني حبيبي، أهلا وإزيك يا حسين، ومش عارف إيه القصة دي كلها. يعني ياريت ناخد بالنا حماية نفسنا وحماية اللي حوالينا. دلوقتي مجلس الوزراء المستشار نادر سعد نفى نفيا تاما ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي ان بكره في اجازه في المدارس لمده 4 اسابيع، تم نفيه بشكل قاطع، وقال لو حصل قرار زي ده هنعلن على طول اي حاجه، اي قرار يتاخد. احنا مش لوحدنا في العالم، العالم كله بياخد قرارات، ولكن كل حكومه وكل دوله مسؤوله عن القرار اللي بتاخده طبعا في ظل المعطيات زي ما قلنا. والمجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم كخلية إدارة أزمة لهذا الموضوع، حقيقي على مستوى عالي جدا جدا جدا. نثق في القرارات اللي بتتخذها الحكومة في هذا الصدد. يوم الشهيد النهاردة، يوم الشهيد بذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض على الجبهة.
يعطي مثالا للتضحية والفداء لكل جندي ومقاتل في الجيش المصري حتى تحقق النصر. يوم الشهيد بيفكرنا بشهداء مصر في كل الحروب اللي خاضتها قواتنا المسلحة، خير أجناد الأرض ضد العدوان ولحماية الوطن ومقدراته. بيفكرنا كمان بعظمة المقاتل المصري وإن الوطن عنده أهم من حمايته، والتضحيات اللي قدمها أولادنا في مواجهة الإرهاب واللي بيمول إرهاب أهم مثال على العقيدة اللي قام عليها الجيش المصري والشرطة المصرية، وهي النصر أو الشهادة فداء للوطن. سلاما لأرواح شهدائنا الأبطال اللي رسموا أرواحهم مستقبل وطنهم. كل سنة وكل أسر وأبناء الشهداء طيبين، وعظم شهيدك. مع البيت وتجللوا بس احنا مش زالت نحن احنا نتلتهم كده انا واخواتي. احب اعرف الجميع قد يكون نبذة عن حياته، ليا الشرف والد الشهيد اللي افتخر بانجازاته. فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته ألف مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة اللهم الاعتراض اكد حاجة مكتوبة له، انا حبقى زيه مش هخاف هكمل المشوار بداله. فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي اتحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. أيوة العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. رحم الله شهداء الوطن اللي ضحوا بأرواحهم ليبقى الوطن ونعيش نحن في أمان. اليوم المرأة، اليوم العالمي للمرأة. حقيقة بالأمس كان اليوم العالمي للمرأة، اليوم ده اللي بيقام سنويا في ذكرى خروج نساء عاملات في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بالمساواة في الأجور مع الرجال. تم قتل عشرات منهم وأصبح يوما عالميا للمرأة. في يومها العالمي أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاحة المرأة في مختلف الميادين تحية تقدير للمرأة المصرية العظيمة، بنات وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء عظيمات مصر. إن تطور ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباط وثيق بتطور ثقافة ووعي المرأة فيه. حقيقة المرأة المصرية ضربت أروع صور البطولة على مر التاريخ، بين تربية الأبناء والمشاركة في الحروب والعمل في الحقول من آلاف السنين. في مصر تحديدا كان للمرأة منذ القدم حقوق متساوية مع الرجل، ووصلت المرأة في مصر الفرعونية إلى سدة الحكم زي الملكة حتشبسوت وكليوباترا وغيرهم. في الفترة الأخيرة ومنذ أحداث 25 يناير 2011 كان المرأة المصرية دور كبير في مواجهة الإرهاب وجماعات التطرف، وساندت بقوة الدولة المصرية. خرج عشرات الألاف من النساء في ثورة 30 يونيو المجيدة ضد الإرهابيين، حتى تخلصت مصر من ركسهم وشيطنتهم.
المرأة لاقت اهتمام منقطع النظير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيمكن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية حكمه لمصر على دعم الإصلاحات اللي تصب في مصلحة المرأة كونها عمود البيت. بدأت بصحتها وكانت ضمن توجيهاته أو توجيهات سيادته إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام الثدي لدى كل نساء مصر. ده غير اهتمامه بملف الغارمات وكمان عرض فكرة صندوق المرأة اللي مش هتكلف مبالغ كبيرة ومبالغ رمزية تخرج من كل فرد من نفقاته. الصندوق هيعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة وهيقلل من عبء الدولة في جهودها لمؤازرة ملف المرأة بشكل أو بآخر من خلال الصندوق ده. ولصالح المرأة كذلك أطلق الرئيس السيسي مبادرة وطنية في بداية عام 2019 بعنوان حياة كريمة، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. كما وجه بتبني الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والزواج المبكر ووضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة وصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج وتنفيذ إيجابي لبرنامج مودة وتحقيق الشمول المالي. كمان اهتم بالتمكين التكنولوجي للمرأة ومزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة، وكمان دراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل وإصدار قانون للأحوال الشخصية. كل التحية للمرأة المصرية المكافحة، كل التحية والتقدير للقيادة السياسية اللي بتسعى جاهدة لدعم الإصلاحات اللي تصب في مصلحة المرأة باعتبارها نواة المجتمع وأساسه. الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نشرت فيديو بعنوان نماذج مشرفة من الفتيات والنساء المصريات اللاتي اقتحمنا جميع مجالات التعليم والعمل المهني والوطني وتقدمنا ليشغلنا أرقى المناصب في الدولة. الصفحة الرسمية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نشرت الفيديو ده بعنوان نماذج مشرفة من فتياتنا وبناتنا اللي هم بجد احنا بنفتخر وبنسعد وبنتشرف اننا بننتمي الى أمة مصرية فيها هذه النماذج من سيدات مصر العظيمات. تعال نشوف الفيديو. في موضوع مهم قلنا احنا اتكلمنا عنه كتير وهو متعلق بالبورصة المصرية وقرارات هيئة الرقابة المالية والتصرفات اللي بتحصل مع صغار المساهمين في البورصة المصرية. هيمكن نموذج كده يعني موجود قدامنا اليومين دول بيفكرنا بمآسي حصلت في البورصة المصرية سابقا وبتتكرر دلوقتي. شركة أمريكانا المستثمرين الصغيرين شركة أمريكانا هي شركة عاملة في المجال السياحات السياحية. المساهمين دول قرروا يعملوا وقفة أمام هيئة الرقابة المالية بعد ما أجلوها من الأسبوع اللي فات، بعد ما هيئة الرقابة المالية وعدتهم بإصدار قرار لحل الموضوع، وللأسف ما صدرش أي قرار حتى الآن. طيب نفكركم كده سريعا بالمشكلة في نقاط معينة. رجل أعمال إماراتي محمد العبار اشترى أمريكانا الكويت من عائلة الخرافي، وكانت قيمة الحصة أمريكانا كان مصر من الصفقة حوالي تم تقييمها 24 جنيه ونص. العبار أرسل رسالة لهيئة الرقابة المالية في مصر الرئيس الدكتور محمد عمران، والراجل قال يعني هو ممكن احنا نقدم، هل يجب تقديم عرض شراء اجباري لامريكانا مصر؟ ردت الهيئه بصراحه الموقره والمبجله برئاسه عمران بالنفي، قالت له لا الشركه مش مضطره ولا مفيش لازمه تقدم عرض شراء اجباري للمستثمرين في مصر، احنا هنجيب المستثمرين بتوع البورصه في مصر زي بتوع الكويت. لا تفضل يا فندم نفذ صفقتك وبراحتك في الكويت وسيب مصر احنا نتعامل معاهم بعدين. المساهمين في شركة أمريكانا مصر قدموا تظلم للهيئة وطلبوا بدخولهم في العرض ورفعوا قضية على الهيئة. هيئة الرقابة المالية هنا المستثمرين كسبوا القضية وأصبح العبار ملزم بتقديم عرض شراء إجباري وفقا للقانون. طب يعمل إيه بقى العبار؟ عين العبار طبقا للقانون مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم. المضاربات في مصر في البورصة رفعت سعر السهم أمريكانا حوالي 400% ل 15 جنيه وأكتر. الغريب نهاية الرقابة المالية ما وقفتش السهم
وما وقفتهوش وما ضفتهوش لائحه الشراء بالهامش، يعني المستثمرين يقدروا ياخدوا قروض بضمان السهم لشراء اسهم. انا شايف الكويت ب 24.5 وانا لسه انا عندي السهم بيطلع. طيب المصيبه جت لما المستشار المالي المستقل عينه العبار قيم بسعر السهم عن 3.90 جنيه، وسعر السهم في البورصه وصل ل 15 جنيه. المستثمرين رفضوا التقييم وخالف القواعد الماليه وقدموا تظلم تاني للهيئه الرقابه الماليه، والهيئه اوقفت المستشار المالي عن العمل وطلبت العبار بتعيين مستشار مالي مستقل خلال شهرين لتحديد قيمه عادله خلال شهرين للسهم. العبار رفض. مر 5 شهور من الشهرين لغايه دلوقتي والمشكله ما اتحلتش. العبار رافض تماما تغيير القيمه العادله، والهيئه عاجزه تماما عن حل المشكله. الحقيقه لو بصينا للموضوع، السبب في المشكله من البدايه هو هيئه الرقابه الماليه ومستشاريها لما رفضوا دخول شركه امريكانا مصر من البدايه في الصفقه، واستثنوا العبار وقالوا لا روح انت تعمل براحتك هناك عندكم هيئه قويه في الكويت تقدر تحاسب اي حد بيعكك، احنا هنا ما فيش نقدر نتعامل مع حبايبنا المستثمرين الصغيرين في مصر ونتعامل معاهم. طيب عشان نعرف اكتر، هو النهارده الوقفه كانت النهارده وعايزين نعرف اكتر عنها، معنا على التليفون احد المساهمين في الشركه او الاسهم يعني من صغار المساهمين، الاستاذ علي مشرف. استاذ علي مساء الخير. نور يا فندم، ازي حضرتك يا استاذ ايسر؟ اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف ايه النهارده، ايه اللي تم بخصوص المشكله بتاعتكم؟ طيب الاول يا استاذ ايسر، انا عايز الاول اشكر سيادتك واشكر البرنامج والمعدين بتوع البرنامج، لان هو البرنامج ده الوحيد المنبر الوحيد اللي اتكلم عن المشكله تقريبا، وكان واقف مع المساهمين في ازمه تقريبا تعصف باكثر من 800 مساهم مصري في شركه مساهمه هي من اكبر الشركات العامله في قطاع المطاعم. وعايز اقول لحضرتك عشان ما اطولش عليك ونخش في الموضوع على طول، يا ريت. احنا طبعا معلش حضرتك هتديني دقيقتين بس. لا احنا حكينا الحكايه، احنا عايزين نعرف النهارده وصلتوا لايه. انا الحكايه مع حضرتك تمام، الله ينور عليك. اتفضل. لكن احنا النهارده هنجيب الموضوع من اخره، ان احنا اتصدر لنا قرار لجنه التظلمات يوم 2/2/2019. تمام. قرار لجنه التظلمات اللي يوم 2/2/2020 سوري، والقرار دوت كان برفض التظلم اللي متقدمه بيه شركه ايديبتو. تمام. قرار الهيئه في رفض دراسه القيمه العادله اللي متقدمه من شركه فينكورب اللي حضرتك زي ما حكيت الشركه. نعم. الهيئه وقفتها 3 شهور، وكمان خدت ضدها الاجراءات القانونيه. نعم. من التاريخ دوت وحتى الان النهارده حضرتك احنا تقريبا اكتر من 40 يوم ولم يصدر حتى الان او لم يتم حتى الان تقديم دراسه قيمه عادله اخرى للمساهمين، وطبعا ده حاجه نقطه علامه استفهام. فالسؤال هنا، هل شركه اديبتو متمثله بالسيد رئيس مجلس ادارتها السيد محمد العبار هم اقوى من الدوله المصريه بأجهزتها المختلفه والرقابه؟ هو احنا مالناش، تبص حضرتك المشكله ما بين العبار وهيئه الرقابه الماليه دي مشكله في تفسيرات لقوانين او لقرارات، ودي مشكله الرقابه الماليه لازم تحلها. يعني ما طيب هل ندخل الرقابه الماليه، هيئه الرقابه الماليه دلوقتي يا فندم خلاص احنا النهارده كنا في اجتماع. قالوا لكم ايه؟ مين قابلكم النهارده هناك؟ السيد مجدي نبيل قابلنا النهارده وقعد معانا، وكان الراجل وضح لنا اللي حصل دلوقتي والموقف بتاع المساهمين. تمام. هيئه الرقابه الماليه النهارده موقفه كل اجراءات اعاده الهيكله للسيد محمد العبار، وواقفه مع المساهمين ضد استغاثاته لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء بتوضح الامر، وكمان من هيئه الرقابه الماليه لغايه النهارده منتظره ان محمد العبار يتقدم بالتقييم الثاني. بتقييم ثاني. ولكن محمد العبار يا فندم، او شركه اديبتو، بلاش نقول محمد العبار. تمام. شركه اديبتو يا فندم، لما هيئه اسواق الكويت الزمتها ان هي تشتري حصه المساهمين الكويتيين. نعم. في شركه الوطنيه. طيب. للاغذيه اللي هي امريكانا الكويت، خلاص اتقدمت تقدمت وعدلت السعر ورفعت السعر وتمام، والتزمت بانها تقدم عرض سعر اقل من اللي قدمته للمساهم الرئيسي ناصر الخرافي رحمه الله عليه. تمام يا فندم. فبالتالي
هل هي التزامها بالقانون الكويتي هو دوت مختلف عن التزامها احنا في العمل في دوله زي هو ده النوز هو اللي احنا قلناه في دوله زي مصر احنا كسبوا منها كتير يا فندم. طيب. وبلدنا كلها فرص. تمام اكيد شكرا استاذ علي. انا احنا فاهمين طبعا كل ده بلدنا وهو عشان كده هو اشترى انا عارف الفرص الاستثماريه، ولكن احنا السؤال الوجيهي اللي حضرتك سالته هو ليه الشركه نفذت القانون في الكويت وما نفذتوش في مصرين، او راعت خاطر مساهمي الكويت وما راعتش خاطر المساهمين المصريين؟ دي رساله بنوجهها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئه وللسيد رئيس مجلس الوزراء، لازم يتحل الموضوع لان كده طبعا الموضوع شكله مش لذيذ. يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الاخباريه يمكن حقيقي الموقف اللي حصل بين بوتين الرئيس الروسي ومع اردوغان رساله كانت واضحه. رسائل بوتين لتركيا واردوغان كانت واضحه في الزياره الاخيره لاردوغان في موسكو اللي جات بناء على طلب تركيا بعد الهزائم المريره للجيش التركي على يد الجيش العربي السوري في ادلب وسقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش التركي واتباعه من الجماعات الارهابيه، بالاضافه لخسائر فاتحه في المعدات وامله روسيا شروطها على الجانب التركي اللي قبل بها كامله. الطريف ان في قناه روسيه سربت فيديو للرئيس التركي والوفد المرافق ليه وعمليه وهو داخل يقابل الرئيس بوتين، عمليه تفتيش دقيقه. كمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابه بره باب اوضه الاجتماعات واقف زي ما انتم شايفين قدامكم واقف لمده دقيقتين، وحقيقي في وضع مهين للرئيس التركي واقف حتى باين على وشه اهو، واجراءات تفتيش صارمه حتى اللي جنبه بيبص في الساعه وواقفين وقاعدين منتظرين يخشوا. طبعا يعني اعتقد وشوش ووجوه الوفد المرافق وهو نفسه حتى تحس ان هو ضغطه عنده اترفع، يعني بص القلق والتوتر ويعني وقاعدين بصوا ازاي كان يعني موظف داخل على مش رئيسه المباشر، الرئيس رئيسه يعني او كده. طبعا ده شيء غير منطقي يعني هو ده، ولكن الرئيس الروسي بيعامل اردوغان بالشكل اللي هو شايفه ان هو يليق بيه. طبعا تفتيش الشنط بتتفتش والدنيا بتفتش والورق بيتفتش والملفات بتتفتش وكل حاجه، يعني اخر قله قيمه وبهدله اخر. وطبعا هو رجب طيب اردوغان قال لك القعده هتطول ولا ايه؟ شايفين الشنط بتتفتح وبتتفتش بتفتيش دقيق. في الاخر اردوغان يعمل ايه؟ تعب من الوقفه، حس ان هي هتطول طبعا مبوز تمام، راح لك دور على اقرب كنبه وقعد عليها اهو وخلاص بقى تعب بقى راجع وقعد في محبط احباط. هو عارف اللي بيتعمل معاه وعارف المقصود ايه بالحركه دي وعارف الرئيس بوتين بيعمل كده ليه، منتهى الاذلال، منتهى يعني يقول له ما تنساش نفسك اول اخر بقى. فتح الباب اهو تمام ودخل اهلا وسهلا وسلموا عليهم. هو واضح الرئيس طبعا كان قاعد جوه وقعد في اجتماعاته والكلام ده كله. هو ده دي يعني انا عايز بس حد كده يقارن ما بين استقبال الرئيس الروسي بوتين للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيزور روسيا، كميه الحفاوه وكميه الموده والاحترام والتقدير ويعني قارنه. هو ده بس اللي احنا عايزين نقوله. طيب احنا كده الجزء الاول من حلقتنا انتهى، هنخرج فاصل ونلتقي بالحوار المهم جدا مع ضيفينا حوالين انتخابات اول انتخابات الاتحاد المصري للاوراق الماليه واوضاع البورصه المصريه والسوق المصري، خاصه واحنا شايفين الدنيا حوالينا بتعمل ايه، اقتصاديات وبورصات العالم بيحصل فيها ايه. احنا هنستقبل ضيفينا الاستاذ وائل عنبه الخبير الاقتصادي والاستاذ محمد عبد الله الخبير الاقتصادي والخبراء في اسواق المال واصحاب الرؤيه الواضحه في انتخابات اتحاد الاوراق الماليه. هنخرج الفاصل ونستقبل ضيفنا. اهلا بيكم. يمكن اسواق العالميه بتشهد اسوا موجه انهيارات من سنه 2008 من
الأزمة العالمية اللي حصلت في 2000 فاكرينها في 2008 و2009 قد تراجع مؤشرات البورصات، تراجع في أسعار البترول لأقل مستوى من 7 سنين زي ما قلنا في بداية الحلقة. وكمان هنتناول ملفين مهمين جدا، هو البورصة المصرية وما يحدث في البورصة المصرية وأسرار وخبايا وخفايا اللي بيحصل وإيه سببه، وكمان هنتكلم عن الحدث الأبرز في سوق المال وهو انتخابات لمجلس إدارة أول اتحاد للأوراق المالية في مصر. هذا الاتحاد هو الأمل لشركات السمسرة، هو الأمل لكل المتعاملين في السوق ان هو ممكن يبقى له السلطة، لانه اتحاد بقوة القانون منشأ هيكون له من الصلاحيات، له من القوة ان هو يقدر يعني يعيد الصواب لإدارة المنظومة، يرشدها مرة تانية في صالح النمو وارتفاع السوق المصري. حقيقي معانا النهاردة خبرين من أكبر الخبراء في سوق المال المصري والسوق والخبراء الاقتصاديين. ضيفي الأستاذ محمد عبد الله الرئيس لشركة كل دول بانكرز الشرق الأوسط والخبير في أسواق المال، والأول مرة معانا يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. والأستاذ وائل عنبة الخبير الاقتصادي ورئيس شركة الأوائل، أهلا بك أستاذ وائل، منورنا يا فندم. شكرا لك، دايما بنجيبك وبتيجي لنا في اللحظات المفصلية يعني. أهلا بك. أنا هبدأ بالأستاذ محمد عبد الله باعتبار أنه أكبرنا سنا يعني. كل الاحترام والتقدير طبعا. الله يحفظك، منورنا بصراحة. الله يخليك والله، ده الشرف ليا والله. تقييم حضرتك لانهيارات الأسواق المالية العالمية، وهل كورونا هو السبب ولا في جانب هناك بسبب الحروب التجارية الموجودة؟ طيب انا اولا اسمح لي ان انا اهني حضرتك بالبرنامج بتاعك اللي النهاردة يعني البورصة كلها بقت تتابعه، واعتقد حضرتك اكيد لامس هذا الموضوع، اصبح جميع المتعاملين في البورصة والعاملين في البورصة يعني عارفين البرنامج وبيحاولوا على قدر المستطاع ان هم يتابعوه، وده مجهود كبير يعني ليك والفريق البرنامج. اشكرك. احنا طبعا هنا السؤال بتاع حضرتك يخص الاسواق المال العالميه وليس سوق المال المصري فقط، لانه لازم نفصل، لانه سوق المال المصري الحقيقه انفصل عن الاسواق المال العالميه منذ اكتر من عامين. فالاسواق المال ديت كانت على قمم تاريخيه. وكان متوقع بجميع الاحوال ان هي يعني هيحصل نزول. الجماعه بقى بتوع التكنيكال يقول لك احنا كنا عارفين انه هينزل، قاعدين مستنيين السبب، والسبب هيطلع، السبب هيطلع، ده الشغل يعني بتاع التكنيكال. بقى لهم فتره في تحليلات كتيره بتتكلم ان احنا في قمم تاريخيه مش قادر يكسر، يعني الداو بالذات اللي هو كان هو قائد مش قادر يكسر ال 30,000، ولو ما بيكسرها بيرجع منها، فكان لازم يحصل شيء يعني، ده وجهه نظر التكنيكال يعني. طبعا كلام كتير على ان ده موضوع كورونا، ده اساسا يعني موضوع يعني مبتكر يعني، دي التحاليل احنا ما، وان هي دي يعني سلاح بتستخدمه الولايات المتحده يعني ضد الصين في حربها التجاريه. حدث برضو يعني الحقيقه حدثين في نفس الوقت مش بس كورونا، فالحدث برضو موضوع البترول، وهما ممكن برضو يعني يكون ليهم علاقة مع بعض، لكن موضوع البترول برضو له علاقة بحرب ما بين روسيا والسعودية زي ما شفنا في الأيام الليلة اللي فاتت يعني. فلكن دي كلها يعني هتلاقي الرأي والرأي الآخر فيها يعني. تمام. لكن اللي احنا شايفينه قدامنا في انهيارات كبيرة جدا موجودة في ده. طيب استاذ وائل، تراجع اسعار البترول لأدى مستوى في 7 سنوات وصل 33 دولار، ده تأثيراته على الاقتصاد المصري شايفها ازاي؟ هو له تأثيرين، تأثير إيجابي وده واضح وصريح ورقمه هيعلن دلوقتي هقوله لحضرتك، وفي تأثير سلبي رقم غير واضح وده محتاج بيان من وزارة المالية ومن مجلس الوزراء عموما. الرقم الواضح احنا عاملين موازنتنا البترول 68 دولار في الموازنة، فلما انخفض البترول الى 33 دولار، يعني تقريبا النصف، يعني بتوفر وفر في الموازنة، في كل 1 دولار يوفر 4 مليار جنيه في عجز الموازنة، في العجز. تمام. كل 1 دولار ينخفض البترول بتوفر 4، فلما ينخفض حوالي 30 أو 35 دولار ف4 مليار، يعني بتوفر مش أقل من 140 مليار جنيه، ده رقم واضح وصريح. نعم. بس ده بافتراض أنه هيفضل طول السنة على هذا السعر، أنه ما يكونش هذا السعر مؤقت. تمام. لانه السعر ده حدث امتى؟ ده حدث امبارح، ممكن بكره يرتد.
بالظبط. فاذا ده التاثير الواضح وصريح لو استمر طول السنه. التاثير غير الواضح وبرضه ده يشترط استمرار السعر ده فتره طويله بقى، مش سنه واحده، اكتر من سنه. ايه هي؟ تاثير سلبي انه هيبدا ياثر على موازنات دول الخليج، وبالتالي ياثر على العاملين المصريين هناك في الخارج، وبالتالي ياثر على تحويلات العاملين من الخارج. الرقم ده يبدا يقل شويه. تمام. وده برضه باشتراط ان هذا الرقم يستمر لمده طويله. ولكن انا بقول ان لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه. فالفعل كان قوي جدا. انا بتوقع رد الفعل انه هيعود تاني، ومنطقه الخمسينات اللي كان شغال عليها البترول اعتقد هذا الرقم المنطقه المستقره. تمام. فاذا عند حضرتك تاثير سلبي وعندك تاثير ايجابي. نعم. بس انا ميال اكتر للتاثير الايجابي، ان كل ما انخفض البترول انت بتوفر في عجز الموازنه. وفي صالح تاني ان احنا عندنا يوم 1 ابريل الجاي لجنتين، لجنه لتسعير البنزين اللي بتحصل كل 3 شهور ربع سنوي، فخلاص كده نهائي البنزين فيه نزول على الاقل 10%، لان البترول نزل والدولار جوه مصر نزل. جميل. الحاجه الثانيه تسعير الغاز للمصانع برضه 1 ابريل اعتقد هيبقى في تخفيض في سعر الغاز. جميل قوي. طيب استاذ محمد، يمكن حضرتك اشرت بقى الانهيارات اللي حصلت في البورصات العالميه واديتنا لمحه كده عن مصر، اديتنا كتف بس ما دخلتش شويه في القصه. أيوه. طب انا اسالك سؤال، يعني الانهيارات اللي احنا بنشوفها بقى لنا فتره قبل كورونا وقبل اي حاجه في البورصه المصريه، يعني هل هي كورونا ولا ضرايب ولا اداره ولا ايه القصه بالظبط؟ يعني انا كنت متاكد ان حضرتك مش هتسيب الموضوع ما لازم نفهم من حضرتك. دخلني برضو فيه. لا لازم لا هو طبعا الحقيقه احنا عشان نتكلم على البورصه المصريه يعني حدث في الاول طبعا انعكاس، كنا بنشوف انعكاس لما يحدث في الاقتصاد، حتى لما شفنا يعني كان كله كلام منطقي ما يحدث، ولما حصل التعويم، ودي طبعا معروف ان هي التعويم ده بيبقى له رد فعل ايجابي جدا على البورصات لما بتتم، يعني بورصات الناشئه او غيره، فشفنا فعلا تفاعل قوي جدا، ثم لقينا فجاه ان احنا انفصلنا شكلا الموضوع، انفصلنا ان احنا البورصات سواء حتى الايمرجنج ماركتس او غيره ماشيين في اتجاه واحنا ماشيين في اتجاه تاني، ان احنا بناخد بس الصدمات وما بنرتفعش لما يكون في اسباب للارتفاع والايجابيات، بناخد السلبيات فقط. والاهم من ده كله انه الاحجام التداول انخفضت بشكل مرعب، وانخفاض حجم التداول هو الاخطر، لانه ده معناه ان في احجام عن السوق. القصة انه يعني الموضوع ده بيبقى فيه زي تأثير كرة التلج، يعني بيسموها بالانجليزي اللي هو سنوبول ايفكت، بمعنى انه لما انخفض احجام التداول اصبح ان انت النسبة بتاعتك في مؤشر مورجان ستانلي اندكس واطية جدا، بعد ما كانت فوق 1% بقت تقريبا 0.14% او مئويا، وبالتالي اصبح ان في صناديق ما تقدرش انها تبصلك. يعني بيبصوا على مورجان ستانلي 100% اخر 3-4 دول ما يبصولهمش، وراحوا لحساب السعوديه على سبيل المثال وشركة دول تانية ابتدت تدخل، وده له علاقه باحجام التداول. نعم. طيب احجام التداول دي انخفضت ليه؟ احجام التداول دي انخفضت، وده اللي احنا بنقوله بقالنا اكتر من سنتين، ان احجام التداول دي انخفضت نتيجه التدخلات في السوق. البورصه بطبيعتها بكلمتها بورصه. البورصة يعني عرض وطلب، ليها آلياتها. لما تيجي تنطق وتقول كلمة تقييم يبقى أنت حطمت البورصة أو ضربتها في مقتل، لغيت المبدأ أو الفكرة خلاص. أنت عامل بورصة ليه؟ ما تسعر بقى. يعني تخش الصبح تقول السهم الفلاني ده يساوي كذا، أنا شايفه يساوي كذا، واللي عنده كلام غير كده ما منيو الأسعار منيو الأسعار اللي كنت بتقول عليها وقت. أستاذ وائل صح. فعشان كده احنا بنتكلم ان التدخلات اللي تمت والتي يعني المسؤول الاوحد فيها هي طبعا هيئه الرقابه الماليه، وثم انها كانت بتدخل في الغاء عمليات، والغاء العمليات ده شيء برضو مرعب ان انت بتلغي العمليات دي، ده بره يعني ما بيحصلش غير يعني حتى النهارده مثلا لما نشوف مثلا الانخفاضات الرهيبه دي. طبعا في ان هم عندهم بريكس بيقدروا ان هو يوقف نص ساعه، يوقف السوق مش عارف، انما ما فيش حاجه اسمها يخش بقى يقول له الغي العمليه دي، اللي خسر خسر واللي كسب كسب. ولذلك احنا بنقول انه البورصه دي برضو مش لاي حد، مش موضوع
يعني قوته الماليه فقط، لكن ايضا انها لازم يكون في ناحيه علميه فيها عشان يقدر يحافظ على يعني مستثماراته. جميل. يعني اذا التدخلات والسوق والقرارات اللي كانت بتتاخد اللي احنا اتكلمنا عنها كتير بالفعل اثرت على مسار سوق المال المصري بعد ما كان من الاسواق الكبرى. وائل، ضرائب البورصه انت شايفها ممكن تتحل ولا في هناك في بعض التمسك من وزاره الماليه في هذا الموضوع، وانت شايفها ازاي موضوع الضرائب ده؟ انا عايز اقول رب ضارات النافعه. يعني موضوع كورونا ده خلاص كده لازم هو عامل اضافي للعوامل اللي احنا كنا بننادي بيها ان احنا نشيل الضرائب خالص باعتبارك سوق ناشئ، عايز تنجح برنامج طروحات حكوميه ب 80 مليار جنيه مش عارف تعمله، عايز تطرح بنك القاهرة الشهر الجاي يا ترى هينجح ولا لا، فكانت العوامل دي العوامل الدافعة ان احنا نطالب بإلغاء الضرائب. رب ضارات النافعة، جالك موضوع كورونا ده ما ينفعش في الأحداث دي أساسا، ما عندوش مستثمر كسبان. يعني لو هو مستني ياخد أرباح رأسمالية من نتيجة أرباح متاجرة في البورصة ما فيش مستثمر كسبان دلوقتي. فإذا لابد من تأجيلها على الأقل 3 سنين أو 5 سنين إلى أن يشتد السوق أو نظر في إلغائها. إلغائها أنا بقول لحضرتك مش هلغيها، وزير المالية مش هيلغي. ليه؟ لأن دي برضو كان في اتفاقيات مع صندوق النقد لما جينا خدنا قرض الصندوق اللي ب 12 مليار دولار، كان من ضمنها أن سوق المال يبقى فيه ضرائب. نعم. فأنا مش هيلغي، بس ممكن يأجل لظروف طارئة زي اللي إحنا فيها دي. فلذلك أنا بقول لحضرتك رب ضارات النافعة، وأنا بتوقع إن خلال هذا الأسبوع يصدر قرار بخصوص الضرائب من قبل وزارة المالية. هذا الأسبوع أعتقد في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم. نعم. ممكن يتخذ فيها قرار. طب أستاذ محمد، لو إحنا يعني موضوع الضرائب برضو مشكلة الضرائب، هل يعني هي واضح إن هي عند وزير المالية حاليا، لكن هل في نية لتصعيدها لمستويات أعلى كتدخلات معينة مذكرات قصدي كتب، يعني شايفها ممكن تتحل؟ يعني أنا أعتقد إن هي أوريدي وصل لأعلى مستوى، لأنه هو مع وزير المالية ويعني كله بيتكلم اوريدي فيها ومعروفه وتاجلت اكتر من مره، فيعني اعتقد هي واخده اكبر اهتمام، واعتقد ان هم يعني قريب جدا هيدوا القرار، اعتقد الاسبوع الجاي يمكن او تمام. اتفضل. طيب لو الازمه الحاليه اللي بتعيشها البورصه استاذ وائل، يعني من وجهه نظرك يعني ازاي تخرج من الازمه الحاليه؟ حل أزمة البورصة له شقين، شق بره المنظومة وشق جوه المنظومة. الشق اللي بره المنظومة عندك 3 جهات لازم تبقى لها يد مساعدة في حل أزمة البورصة. أولا الوزارة المالية، الضرائب زي ما بنتكلم لازم إلغائها أو تأجيلها على الأقل 5 سنين. ثانيا البنك المركزي لازم يبقى فعالياته في تخفيض سعر الفايدة أقوى من كده. وعلى فكرة إحنا في أزمة غير طبيعية، فلازم حلول غير طبيعية وحلول سريعة. احنا شفنا البنك المركزي الامريكي الاسبوع اللي فات عمل اجتماع مبكرا وخفض 0.5% مبكرا عن ميعاده اللي كان مفروض اخر الشهر. فلازم البنك المركزي يبادر ويسارع بقرار. يبقى ده تاني نقطة الفايدة. تالت نقطة سعر الغاز اللي بيورد للمصانع، لو تم تخفيضه هيعمل تأثير ايجابي على المصانع اللي معظمها مقيد في البورصة، وبالتالي تتحسن اسعار اسهمها، وبالتالي يعمل تحسن على مستوى السوق. فدي الحاجات اللي بره المنظومه. جوه المنظومه في يمكن حاجتين. الحاجه الاولى ان كان لابد ان يحصل اجراءات احترازيه في الازمه اللي احنا فيها دي. المسؤولين عن البورصه وعن الهيئه بيتفرجوا على الشاشه زيهم زينا بالظبط. يعني السوق بيقع وهم قاعدين بيتفرجوا زينا بالظبط. ما المفروض ياخد اجراء احترازي سريع في الازمه اللي احنا فيها دي. تمام. الحاجه الثانيه موضوع كنا بننادي بيه ويمكن من ضمن اهدافنا في الاتحاد، عودة هيئة سوق المال كهيئة مستقلة. هيئة سوق المال دلوقتي تحت مظلة هيئة الرقابة اللي بتشرف اوريدي على 9 هيئات كبار، كل هيئة منهم عايزة لوحدها اشراف كبير. فلما يبقى 9 هيئات مساحة الاشراف على هيئة الرقابة على هيئة سوق المال بقت ضعيفة. فلذلك احنا بنرغب في عودة هيئة سوق المال كهيئة مستقلة ويشرف عليها حد متخصص. جميل. طيب استاذ محمد، يمكن الحدث الابرز حاليا في سوق المال والمتعاملين في سوق المال هو انتخابات اتحاد الاوراق الماليه. بالاول احنا حسينا ان ما كانش في حد مهتم بالاتحاد،
ويعني بدا كان في نوع من يعني عدم وضعه في الاجنده الرئيسيه. فجاه يعني بدات الاهتمام، وواضح انه عدم الاهتمام كان مقصود، احنا متابعين يعني كنوع من ايه زياده من الوقت لاعاده ترتيب الاوراق. يعني ايه الاسباب اللي هي ادت الاهتمام بالانتخابات دي واشتعلت الدنيا والمنافسه ولقينا اسماء نازله واسماء يعني اعتذر بعد ما قدمت تراجعت والاخر، يعني ايه القصه؟ يعني هو طبعا حضرتك جزء من الاسباب، جزء رئيسي من الاسباب. وحضرتك يعني تعلم الاسباب طبعا. الحمد لله والفضل لله، يعني انا اعتقد انه سواء انا او يعني زميلي الاستاذ وائل لعبنا دور مهم جدا في هذا الموضوع، ان احنا يعني لما درسنا الوضع ولقينا الـ يعني القانون بيدي وبيسمح لايه لهذا الاتحاد، ابتدينا ان احنا يعني نفكر جديا فيه. ولما انا تقدمت يعني لما في من ست شهور، لما كان الانتخابات كانت المفروض من ست شهور لو حضرتك تتذكر، فحصل حاجه غريبه جدا ان بدون اسباب قانونيه واضحه تم تاجيله لاقصى مده ممكنه، يعني انتخابات يوم 18 مارس، وهو يوم 18 مارس ده اخر يوم للجنه التاسيسيه اللي بيها المفروض اللجنه تمشي بعد كده، ودي كلها حاجات سيئه جدا والسوق بيقراها، ويعني امور لا يعني ما يجوزش انها تحصل في دوله كبيره زي مصر الحقيقه يعني، واقتصادها وبورصتها يعني. وما هو السبب وراء التأجيل الله أعلم. لكن لما تأجلت يعني كمان غيروا كمان في بعض المواد اللي فيها، مما فيها ان هو يعني طب وانت يعني عملتها غيرتها ليه وعملتها ليه وبتعدلها لمين وصالح مين، دي حاجة. فطبعا دلوقتي يعني الاهتمام الحمد لله ان الناس احنا عرفنا ان احنا يعني، والنهارده كان في مؤتمر على فكره احنا كنا عاملينه برضو عشان ندعو الناس للانتخابات، واعتقد انه يعني الناس كان في استجابه قويه جدا 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 فوق ما كنت متوقع يعني. طب يعني يعني انت شايف مثلا ممكن بسبب كورونا يتم تاجيل الانتخابات مثلا 18 مارس جايب الغاء التجمعات وكده؟ لسه قبل ما نطلع على الهواء قلت له ممكن يعني، قلت له خلي بالك كورونا بس ولا كورونا وعوامل مساعده؟ كورونا لا، وطبعا المفروض يعني في اونلاين فوتنج لو اضطرينا يعني انتخابات يعني لو وصلنا لهذا الموضوع يعني. ممكن ان كل الشركات ديت على اتصال بالهيئه بطريقه او باخرى، عندها طرق كتيره جدا ممكن تبعت في ظرف مقفول التصويت بتاعها. فيعني مفيش اي اسباب منطقيه يعني لحاجه زي كده اطلاقا يعني. طيب استاذ وائل، لو عايزين نلقي الضوء على دور الاتحاد بقى طبقا للوائح وقواعد تاسيسه، هيكون ايه يعني او ازاي، ايه هو الدور اللي هيكون له؟ بص حضرتك، الاتحاد ده انشا بقوه القانون في تعديلات قانون سوق المال اللي حصلت السنه اللي فاتت واعتمدها مجلس الشعب، جت فيها ماده 41 النظام الاساسي لإنشاء اتحاد الأوراق المالية. يمكن بقى لنا 4-5 سنين كنا بالنادي بوجود حاجة زي دي. الاتحاد له عدة أهداف، يعني من أهدافه أولا تنمية نشاط سوق المال، نشاط سوق المال وتدعيم المبادرات الخاصة بتنمية نشاط سوق المال. تمام. تاني حاجة أن يكون في ميثاق شرف للمهنة. ميثاق شرف المهنه، احنا عندنا في بعض الممارسات في المهنه بتاعتنا المفروض ان هي ما تبقاش موجوده، زي العمولات الصفريه، ان بعض الشركات عشان تلجا الى تنفيذ عمليه كبيره بتخفض عمولتها الى مرحله الصفر، وده المفروض ما يبقاش موجود. ولذلك لازم يتعدل بند في القانون، البند ان هو ياخد عموله بحد ادنى 2 جنيه. لا، لازم تبقى الحد الادنى نسبه مئويه من الصفقه نفسها. صح، تمام. حمايه حقوق الاعضاء، احنا عندنا اعضاء الاتحاد هتكون الشركات والعاملين جوه الشركات. العاملين جوه الشركات دي اكتر من حاجه هنهتم بيها، اولا ان يبقى في تامين صحي عليهم، ثانيا يبقى في سجل، السجل ده يقيد فيه اسماء العاملين. ويدفع فيه رسوم مقابل ان هو يبقى معتمد لدى الاتحاد، ويبقى الاتحاد له دور في إجازة الاختبارات اللي بيجتازها هؤلاء العاملين. عند حضرتك برضو التواصل مع الاتحادات الدولية والإقليمية، لو كان في المنطقة اتحادات شبيهة لازم يبقى في بيننا وبينهم تواصل. نعم.
ففي بعض الاهداف اللي انشئ من اجلها الاتحاد، واحنا في اهداف اضفناها حطيناها في البرنامج الانتخابي بتاعنا. زي على راسها زي ما قلت لحضرتك عوده هيئه سوق المال هيئه مستقله. نعم. ده من بعد قانون 10 سنه 2009 اداء السوق بينزل بشكل كبير. فده لازم نبحثه تاني مع المسؤولين. الحاجه الثانيه المنظومه كلها قايمه على خدمه المستثمر. سواء بقى البورصه او الهيئه او مصر المقاصه او شركات السمساره واداره المحافظ، كلنا قايمين على خدمه المستثمر. طب ما المستثمر نفسه يدخل معانا في الاتحاد ان هو نعدل في النظام الاساسي. نعم. ان يبقى الاتحاد للعاملين والمتعاملين، يخش معانا المستثمر في الاتحاد كعضو، وايضا يبقى له كرسي في مجلس الاداره في الانتخابات اللي جايه. ففي حاجات كتير احنا فكرنا فيها. جميل. ان احنا نبدا نطرحها على مجلس اداره الاتحاد بعد تشكيله. طيب استاذ محمد، هل الاتحاد يقدر يدافع عن مهنة الأوراق المالية كمهنة في مصر؟ اه طبعا. والحقيقة احنا في ظل يعني بقوة القانون الأجواء الموجودة وده سؤال مهم جدا الحقيقة، لأن هو بقوة القانون الحقيقة احنا، وزي ما الأستاذ زويل تفضل، واحنا إن شاء الله هنسعى جاهدين إن احنا نعدله، لكن عندنا شوية كده نقاط مهمة جدا ونقطة منهم مهمة جدا هنطرحها دلوقتي. لكن بصفه عامه ايوه بقوه القانون، لدرجه ان انت مثلا لما لو في شركه حصل فيها مشكله يعني بيديك 30 يوم ان انت تحل المشكله، ودي مع الشركه اللي فيها عندها المشكله قبل ما توديها للاتحاد، وده بقوه القانون الحالي يعني. النقطه المهمه جدا عايز اتكلم فيها في الحته ديت هو، ودي اول حاجه احنا هنسعى عليها ان شاء الله، انه القانون برضو غريب جدا او القرار غريب جدا بانه مخلي فيه 3 مستقلين، يعني اللي احنا دلوقتي المجلس الاداره ده هيبقى فيه 9 منهم 3 مستقلين، يعني 3 هو تاكد من عدم وجودهم اطلاقا في السوق. وهم الثلاثه دول اللي ينفع بس يجي منهم الرئيس والنائب الرئيس. طب يعني هم ناس من بره هيديروا الاتحاد ويديروا منظومه ازاي يعني. يعني مين يعني، وهم مش حاسين بالشكوى ولا حاسين ولا يعني ممكن يكونوا مش لامسين السوق يعني. بالظبط. وبعدين هم تاكدوا بمعنى ان المستقل ده ما ينفعش يبقى عضو منتدب ولا رئيس مجلس اداره ولا نائب رئيس مجلس اداره ولا عنده اكتر من 25% من اسهم من اي شركه من الشركات اللي تابعه لهيئه الرقابه الماليه، فييجوا بقى ناس من بره. وبالتالي حتى يعني كان في مرشح مهم جدا وكان واخد منصب رئيس هيئه الاستثمار وكان طول عمره من السوق وبتاع، يضطر ان هو يعني ينسحب او يخرج، يقال ان هو علشان في حد من خارج بتاع، بس هو مميز ان هو محامي مع احترامي للجميع يعني، لانه برضو عامل برضو جزء ان هو لازم يكون محامي. فاحنا يعني بتحس كده ان المواضيع مش متظبطه او متفصله. واخد بال حضرتك؟ فطبعا احنا اول حاجه هنسعى ليها طبعا ان موضوع ان الرئيس ونائب الرئيس ده يجي من المستقلين، ده موضوع يعني كلام ما يتسكتش عليه. هو اللي عمل الجزئيه دي القانون ولا لا الهيئه الماليه هي اللي عملت الرئيس ونواب ومن المستقلين. وبعد كده رجعت قالت لك كمان ايه، لا ده مش مستقلين بس، ده يبقى مستقل عن القبضه ومستقل عن البتاع ومن الاول ومستقل عن السمسار ومستقل عن الباقيين. وبعدين اصلا يعني ممكن يجيبوا لكم دكتور اطفال مثلا يبقى رئيس الاتحاد ده. طبعا يعني مفيش مشكله. لا مفيش مشكله خالص. استقل مفيش مشكله خالص. تمام. ماشي. يعني بقى محظوظين لو دكتور اطفال. استاذ وائل بصراحه كده وصراحتك معروفه، هل هناك تدخلات او تاثيرات من جهات ما على العمليه الانتخابيه او محاوله وضعها في قالب معين؟ في تأثيرات واضحة جدا. في محاولة لدعم بعض المرشحين من قبل الجهات هيئة الرقابة الماليه يعني جهات يعني الجهات يفتكروا مثلا الجهات يعني واللجنة المؤسسة التأسيسية. تمام. ففي دعم لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين. وده احنا حسيناه لما بدأنا نكلم ناس بنسمع ردودهم ان في فلان كلمنا او جهه معينه كلمتنا عشان ننتخب حد. تمام. اللي هي الجهه مقصود بها الهيئه او اللجنه التاسيسيه للاتحاد. اللجنه التاسيسيه للاتحاد هي المفروض بتدير بشفافيه و المفروض مستقل. تمام. فده حسيناه بصراحه لما بدانا البرنامج الانتخابي وبدانا نعمل الدعايه بتاعتنا. فواضح ان في محاولات لتفصيل الكراسي. هو على اعتبار حاجه ان انتوا اكتر اثنين بتتكلموا عن مشاكل البورصه وسوق المال وتدخلات الهيئه بصراحه، يعني اكتر اثنين في
في السوق بشكل مباشر. والله استاذ ايسر احنا عندنا شعور ان احنا عندنا التزام ادبي تجاه المتعاملين. جميل. فعشان كده بنحاول ان احنا نوصل صوتهم، وهم ما عندهمش حظ انهم يطلعوا في اعلام او يقابلوا حد، فاحنا بنحاول ان احنا نوصل صوتهم، وده بقالنا فيه فتره يعني. أكيد مش من دلوقتي. فلما بدانا حملتنا الانتخابيه حسينا ان في كراسي معينه عايزه تتفصل على مقاسات معينه. تمام. وده شيء غير مقبول بالتاكيد يعني. طيب احنا هنخرج فاصل اعلاني ونرجع نتكلم اكتر عن يعني انا احاول اجرجر ضيوفي بقى للمنطقه، يعني ايه اللي بيحصل وازاي وازاي نقدر ندعم مرشح على المرشح. في النهايه احنا يا جماعه لما قلنا اتحاد او اي اتحاد اي فابو يمثل فئه معينه لازم مشاكلها تتنقل، لكن لما يبقى كلهم اصحاب وحبايب مع طب مين هيحاسب مين؟ نلتقي بعد الفاصل. نواصل حوارنا مع ضيفينا الاستاذ محمد عبد الله والاستاذ وائل عنبة الخبراء في المجال الاقتصادي، ونستمر عن الحوار حول اول انتخابات الاتحاد لاول اتحاد مصري للاوراق الماليه. استاذ محمد، لو انت حضرتك بالتاكيد عندكم رؤيه لشكل الاتحاد هيكون ازاي، هل في لجان هتكون موجوده؟ قول لنا يعني ايه افكاركم. اكيد اكيد ده سؤال الحقيقه مهم جدا، ويعني هحاول ان انا اتناوله من ناحيتين. الناحيه الاولانيه هو في لجان اوريدي، في لجنه بحكم القرار مجلس اداره الهيئه اوريدي بيتكلم على لجنه اللي هي هتشوف، ممكن نسميها لجنه استشاريه، لجنه قانونيه او استشارات قانونيه، اللي هي هتقعد مع الشركات اللي عندها مشاكل قبل ما ان هي تقعد مع الهيئه، تحاول ان هي تحل الامور بطرق وديه مناسبه. وده طبعا مع الوقت ومع يعني اثبات كفاءه الاتحاد كل الحاجات دي ممكن تتوسع، يعني قابله ان هي تزيد لو عرفت. وانا من هذا يعني ان شاء الله باذن الله، ودي نقطه مهمه جدا برضو، ان احنا بالنسبه لي انا وبالنسبه للاستاذ وائل، انت عارف احنا نازلين في قائمه واحده. انا يعني بنتهز هذه الفرصه وبأطالب هيئه الرقابه الماليه بفتح صفحه جديده ان شاء الله اذا ربنا وفق واحنا او غيرنا كان موجود، ان احنا يعني نحاول ان احنا الاتحاد يكون في اغلب اموره مكمل للهيئه. هو طبعا مش هيبقى في كل اموره مكمل للهيئه بحكم ان هو اصلا اتولد للدفاع عن العاملين في السوق، لكن في امور زي مثلا حاجات زي كده احنا ممكن نشيل عبء كبير من عليهم لو في بعض المشاكل اللي احنا قدرنا ان احنا نحلها قبل ما المشاكل دي تكبر. اللجان الثانيه يعني طبعا مهمه جدا، لجان تطوير التعليم والتمرين العاملين، لجنه للاعلام، ولجنه للترويج. والترويج ده يعني مهم جدا، مش بس للترويج للبورصه، لا انا بتكلم كمان ترويج البورصه لشركات خاصة. احنا في نجاحات كتيرة جدا حصلت في طروحات خاصة الفترة الأخيرة ديت، والحقيقة يعني المفروض يعني الوظيفة الأهم للبورصة هي ترويج البورصة للشركات، ان هي وبرضو في نقطة ان احنا كان زمان القانون بيسمح للشركات او بيدي للشركات تخفيض ضريبي لما بتكون مسجلة في البورصة. النهاردة ما فيش اي ميزة للشركات ان هي مسجلة في البورصة. فده نقطة مهمة جدا عايزين نتباحثها ان شاء الله. النقطة الثانية اللي هي الناحية المالية للصندوق، لان طبعا الصندوق عشان يبقى قوي لازم يكون له يعني ناحية مالية قوية، والا اي حاجة في الدنيا النهاردة محتاجة يعني قوة مالية. فانا افضل ان الاستاذ وائل يتكلم عنها، لان هو كان عنده فكرة الحقيقة كويسة جدا لتمويل الاتحاد. جميل قوي. طب سؤال، هنتكلم عن تمويل الاتحاد، وانت شايف ان ممكن يكون له دور مؤثر في سوق المال المصري؟ بالنسبه للتمويل هو موارد الاتحاد هتبقى من اشتراكات الاعضاء. احنا اجمالي الاعضاء 600، هنفترض اللي هيدفع الاشتراك واللي هيشترك 300، ف 10,000 جنيه يعني حوالي 3 مليون. لكن في فكره تانية انا فكرت فيها، طالما احنا بنقول المنظومه كلها بتخدم واحد اللي هو المستثمر، طب ما انا احاول ادخل المستثمر معايا في الاتحاد. اقدر ان انا ادخل الافراد، احنا بنتوقع خلال السنه الجايه واللي بعديها مع لجوء الدوله لتنفيذ برنامج بقى الطروحات
وتبدأ تبيع بنك القاهرة وتبدأ تفكر بعد كده في طروحات أخرى، يبدأ يخش مستثمرين جدد إلى السوق زي ما حصل في 2005 لما طرحت المصرية للاتصالات، اتكود أكتر من 1,000,000 مستثمر في السنة دي 2005. فلو احنا نجحنا في ان احنا نروج صح للاكتتابات هيخشلنا مش اقل من 1,000,000 مستثمر. لو انا دخلت 1,000,000 مستثمر دول جوه الاتحاد باشتراك رمزي 100 جنيه في السنة، يعني 10 جنيه في الشهر واقل 9 جنيه في الشهر تقريبا، يعني يدخل لي 100,000,000 جنيه في السنة موارد للاتحاد. لو 1,000,000 مستثمر في 100 جنيه يعني 100,000,000 جنيه موارد للاتحاد اقدر ان انا استخدمها في تطوير المنظومة نفسها، ان انا اقدر حتى اعمل دعاية واعلان اكتر، اقدر ان انا اعمل حملات ترويجية للبورصة المصرية بره مصر بشكل مكثف. نعم. وده اللي هيجيب لي مستثمر جديد سواء عربي او اجنبي. فدي فكرة ان انا ازاي اعظم من موارد الاتحاد غير الاشتراكات اللي هي حالية، يبقى ان انا ادخل الافراد باشتراك رمزي 9 جنيه في الشهر يعني يعمل لي 100 جنيه في السنة تقريبا. طيب ما هو ادخال الافراد فبيستلزم لازم حضراتكم كاتحاد ما ان شاء الله لازم تقدموا الخدمات لهذا للمشترك. يعني لازم يحسها. هل انتوا هل ممكن ان يكون في رؤيتكم تبني مشاكل صغار المساهمين اللي بنسمع عنها حاليا زي المشكله الاخيره مثلا في امريكا زي مشكله احنا هيبقى لنا دور فاعل معاهم قبل الهيئه، يعني هيبقى لنا دور قوي معاهم قصاد الهيئه، ولكن في حاجة هتخدم المستثمر بشكل غير مباشر. الترويج الجيد للبورصة هيدخل مستثمرين جدد، وبالتالي هيعظم من حجم التعامل، هيعظم من قيم الأسهم، فبالتالي هنشوف اتجاه صاعد في السوق يقدر ان حتى المستثمر الفرد يستفيد من الاتجاه الصاعد ده في استثماراته داخل السوق. تمام. هو الحقيقة برضو احنا لما بنتكلم عن المستثمر لازم نحدد ان في نوعين من المستثمرين. طبعا استاذ وائل كان بيتكلم اكتر كلامه على المستثمر الفرد. برضو بالنسبه للمستثمرين الشركات برضو هنشوف افاده ليهم. برضو كان في برضو فكره النهارده طلعت في المؤتمر ان ممكن الشركات المصدره نفسها ان احنا نطلب منها ان هي، وعلى فكره انا اعتقد القانون كان سامح بتبرعات مش كده؟ القانون سامح بتبرعات. المهم ان احنا هنشوف الطرق المناسبه ان الاتحاد ده يعني اهم حاجه فيه العامل المادي علشان في الاول يعني كبدايه علشان يقدر يبقى مستقل. ده تكمله لان هو يبقى مستقل بنفسه. هو حاليا مثلا مقره في الهيئه، والهيئه مشكوره كتر خيرها عملت اللي عليها، انما انا يعني ما فيش سبب ان انا حتى يعني الشكل ما يديش الصوره المطلوبه. بعد كده احنا بنرجع نقول هو ليه ما فيش ثقه في الاتحاد؟ لا، ما هو النهارده لازم يبقى الثقه، يبقى واضح ان الاتحاد ده فعلا قوي. جميل. طيب استاذ محمد، لو يعني بعيدا عن الاتحاد وانتخابات الاتحاد، يمكن حاليا في مصر احنا كلنا قاعدين كمصريين عاديين بسطاء يعني مش متخصصين، قاعدين بنبص على الدولار. الدولار طبعا سؤال تحديدا عشان ايه الجزء الثاني يخش فيه وائل بقى يقول لنا بقى، هو دايما هو ايه صاحب سبق معانا. طبعا. بس الدولار احنا بقى لنا فتره بنشوفه الحمد لله، او الجنيه بيعلى امام الدولار. توقعاتك خلال الفترة الجاية الحقيقة النقطة دي يمكن النقطة الوحيدة الخلافية اللي بيني وبين الأستاذ وائل. يعني غير كده مفيش خلافات الحمد لله، غير دي النقطة الوحيدة اللي مختلفين فيها شوية. هو طبعا الأستاذ وائل طبعا هو صح، بقاله دلوقتي أكتر من سنة زي ما حضرتك تفضلت. وكان في وقت ما كانش حد خالص يتوقع إن هو الدولار فعلا ينزل يعني. لكن الأحداث الجديدة اللي حصلت في السوق وموضوع الكورونا والكلام ده وتأثيره على السياحة وتأثيره على الاقتصاد، طبعا ده يعني شايف إن هو غير يعني بدل ما هو هابط بيهبط، الجنيه بيعلى فيبتدي الدولار يعلى شويه، ولا انت ايه شايف؟ هو البنك المركزي كمان عندنا الحقيقه محترف جدا واثبت احترافه في الفتره الاخيره، ف يعني هياخد بيسموها ميجرمنتس او هياخد يعني ما اللي يخليه يبقى مطمئن ليه او جاهز لاسوء الاحوال. نعم. فاعتقد ان الفتره القصيره القادمه ويعني ان شاء الله اعتقد لا يعني ممكن يبقى في ثبات او يمكن كمان صعود شويه في الدولار. هو طبيعي ان الدولار يرتفع بعد الانخفاض الكبير اللي حصل. احنا كنا مع حضرتك يناير السنه اللي فاتت كان ب 17.80، وقبلها بثلاث شهور ما كنا في ديسمبر كنا في قناه اخرى مع حضرتك برضو وقلنا
كان ساعتها ب 18 وشويه، ان مستهدف الدولار 16 جنيه ثم 13 جنيه بالظبط، وانا ما زال مستهدفي هو هو، ولكن لما بياخد مشوار هابط كبير وسريع لابد بيبقى له رد فعل صعود مره اخرى بغض النظر عن الاسباب. جات له بقى الاسباب كورونا، جات اسباب زي بالظبط تصحيح السوق العالمي 30,000 نقطة كلنا بنقولها صحح، فجات له سبب يصحح عليه. لذلك أنا بقول الدولار هيرتفع تاني، ولكن ارتفاع مؤقت وما أعتقدش يوصل حتى 16 جنيه تمام. وبعدين يعاود تاني الانخفاض، وما زال رأيي إن هو السنة الجاية هنشوفه عند 13 جنيه، وده توقعي من السنة اللي فاتت. جميل، يعني ممكن رغم الاحداث اللي احنا عايشينها والتباطؤ التجاري اللي موجود واسعار البترول لان هو اللي بيحصل في حركه الدولار تصحيح سعري لارتفاعه المبالغ فيه من 13 جنيه ل 18.5 بعد التعويم. احنا اول يوم في التعويم سعروا البنك المركزي ب 13 جنيه و40 قرش على الشاشات بالظبط، والصندوق النقدي نزل تقرير يوميها بعد التعويم انه بيتوقع ان هو 13 جنيه تمام، حصلت مضاربه وصلته ل 18.5 و19. فاللي بيحصل دلوقتي هو تصحيح سعري للمضاربه دي بس التصحيح السعري بياخد فتره طويله طب بالمره بقى سعر الفايده توجهاته الفتره الجايه ايه يا استاذ محمد انت شايف؟ يعني هي برضو تثبيت ولا الخفض يعني هي برضو يعني ليها علاقه برضو بالفكر في البنك المركزي الفتره الجايه والحفاظ على برضو يعني الاستثمارات اللي بتيجي من بره عليه، فبرضو هي ليها علاقه برضو بالدولار بطريقه نعم. غير مباشره يعني هياخد سياسه تحوطيه كبيره شويه انت وجهه نظرك اعتقد كده استاذ وائل. وانا بقول يجب ان هو يخفض الفايده. ما زلنا من اعلى اسعار الفايده في العالم. الفايده الزوجيه دي بطبيعتها فايده عاليه قوي، ال 12 وال 13% دي من اعلى 10 دول في العالم. لازم ترجع الفايده تبقى فايده فرديه نعم. طب عشان اطمن لموقفي لما اجي احرك سعر الفايده، الفلوس اللي عندي هتخرج ولا هتدخل؟ هشوف الاسواق اللي حواليا والاسواق المنافسه. الله الاسواق التركيه بعتبرها سوق ناشئ. احنا عندنا هنا في استقرار سياسي، في استقرار في سعر الصرف، فاذا ده عاملين يميزوا ان يجي لك الفلوس في الاستثمار في اذون الخزانه والسندات. تركيا ما فيهاش استقرار في سعر الصرف وما فيهاش استقرار سياسي، فعندها ذبذبة عالية نعم. فأنا بقول إن لسه البنك المركزي معاه مساحة، خصوصا الفايدة الحقيقية اللي هي الفرق من التضخم وسعر الفايدة حوالي 5%. أنا التضخم دلوقتي حوالي 7 والفايدة تقريبا حوالي 12، يعني في فرق 5% ما بين التضخم وسعر الفايدة، وده يدي مساحة للبنك المركزي إنه يتحرك بدون خوف إنه ينزل بسعر الفايدة لغاية الرقم الفردي زي ما بقول لحضرتك. استاذ محمد، لما فكرتوا ان انتوا او حضرتك في الاول كنت يعني يمكن من اوائل الناس اللي طرحوا فكره ان هو يترشح في الاتحاد ليه يعني ايه الاسباب اللي خلتكم، ايه اللي شايفينه في السوق ممكن من خلال الاتحاد تساهموا فيه ان هو شوف حضرتك انا يعني يظبط الاحوال. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا الحقيقه يعني من اوائل الناس اللي اشتغلت في السوق ده، يعني انا الرقم بتاعي في كمنفذ اعتقد رقم 41 او حاجه زي كده، والبورصه طبعا زي ما حضرتك عارف يعني قديمه جدا 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 يعني. ف الحقيقه الكلام ده كان في التسعينات، وكنت ساعتها يعني كانت الشركات عدد الشركات قليله جدا، ومع ذلك كان السوق متقدم جدا عن الوضع اللي احنا فيه، ولدرجه حتى ان كان في شركات كتير اجنبيه كانت بتستثمر في شركات السمسره وتستثمر في شركات الإدارة المحافظ ولا اخره، اسامي عديده يعني ان جي بيرنجز وفليمنز وخلافه، وانا كنت يعني شرفت ان انا كنت بشارك في شركات سمسارة، يعني شاركت في اكتر من واحده ووصلت ان هي في الاخر تم شرائها من شركات اجنبيه يعني. ف الفتره الاخيره احنا يعني يعني انا مثلا في موضوع انه التدخلات من الهيئه والرقابه، ما كانش في داعي ان احنا يعني ننتظر كل ده، يعني واضح جدا من اول لحظه لما اتقال كلام، يعني زي ما انا مثلا في الطب مثلا اقول كلام علمي يخلي الناس تموت، يعني لما اقول انا تقييم والغاء عمليات خلاص هو المستثمر الاجنبي هيمشي، الفكره نفسها وقدت انتهت يعني. خلاص انتهت، لو هو ده الفكر بتاع الناس اللي بتدير القصه يبقى انت مش عايز بورصه بقى، او انت يعني انت قررت ان انت مش عايز بورصه.
فاللي خلى الناس انها تقول لك لا اصل ده ما اعرفش اسباب تانية ان البورصه بتنخفض والكلام ده كله، ان الناس اللي موجوده حاليا ما بقتش على المستوى المطلوب، وده طبعا لاسباب عديده. المشاكل اللي حصلت في السوق في الفتره الاخيره، وانا يعني كان ليا يعني ان انا دخلت فيها، وحضرتك برضو كنت فاكر يعني مثلا قانون زي استقلاليه الهيئه وخلافه اللي احنا تحصين ومش عارف وتحصين والكلام ده كله، خلاني احس ان انا يعني محتاج ان افكر جديا في موضوع. لما جت الفرصه بتاعت الاتحاد، وده اول اتحاد وبقوه القانون، فحسيت كمان ب يعني ادبيا ان انا مطالب ان انا اساعد في هذا الموضوع. طيب استاذ وائل، يعني انت شايف يعني الواحد يعني لما يجي بيتكلم محتاجين طروحات جديده، محتاجين ضخ دماء جديده في السوق، مش عارف هل الوقت مناسب او التركيبه الحاليه او الصوره الكامله اللي حضرتك شايفها، هنقول نطالب بطروحات جديده في الاوضاع دي؟ في عرض بيجيب طلب وفي عرض ما بيجيبش طلب. يعني الطروحات لو بسعر كويس في مجال جديد وجذاب، يعني اعتقد هيبقى هذا هو العرض اللي هيخلق طلب. نعم. وده زي ما قلت حضرتك شفناه في 2005 لما الدوله طرحت المصريه للاتصالات سنترير وأموك، كان عرض خلق طلب، علمت الناس بورصه ايه ولفتت نظر الراي العام كله للبورصه، بس ليها شرطين. تمام. الشرط الاول التسعير، يعني السعر الطرح ده يبقى جذاب رخيص. نعم. لازم اكسب الناس عشان تجيلي. الشرط الثاني انه يبقى قطاع مرغوب فيه. بنك القاهره قطاع مرغوب فيه بشكل كبير، في تهافت من البنوك العالميه انها تقدم على رخص جوه مصر، وطبعا البنك المركزي واقف ترخيص البنوك. نعم. فده ممكن يكون هو العرض اللي هيوجد طلب. لكن الطروحات الحكوميه اللي عايزه تنفذها من خلال الشركات اللي موجوده اوريدي في البورصه، ده لن يفيد ولا لن يقدم. يعني انت شايف حضرتك تاجيل الطروحات للشركات المقيده ولها اسهم في البورصه ده في تتاجل، ولكن احنا عايزين محتاجات منتج جديد يكون جاي. يعني ايه ده غير تاجيلها؟ لازم الغاء القرار بتاع مجلس الوزراء ان يكون الطرح بمتوسط سعر اخر شهر. هذا القرار خطا. النهارده لما بقى عارف ان مصر الجديده هتنطرح وانا مستثمر ارغب في شرائها، من السهل جدا ان انا ضارب على هبوطها وانزلها لمده شهر فسعرها يقل، وبالتالي لما اقدم السعر اللي انا عايز اشتري بيه هيبقى متوسط الشهر السابق على العرض. تمام. فبالتالي هقدم عرض قليل. فلذلك لازم يتلغى هذا القرار. هذا القرار خطا. نعم. قرار ان انا ابيع طرح بمتوسط تداول اخر شهر ده خطا. لازم ان انا ابص للقيم الاخرى لهذه الاصول. نعم. اللي انا ببيعها غير تسعير السوق. جميل. طيب اخيرا سؤال مشترك، كيف يمكن اعاده الثقه لسوق المال المصري؟ تمام. هي الحقيقه يعني هي ما هياش حاجه واحده بتعمل، هي منظومه كامله تبدا من يعني اعلى مركز في الدوله لاعلان صراحه عن الاهتمام بالبورصة المصرية، ثم برضو يعني تغيير الفكر اللي موجود حاليا، وبرضو بأصمم على موضوع انه هيئة سوق المال ترجع تاني، لانه فعلا زي ما الأستاذ وائل أشار ان هي من ساعة ما هيئة الرقابة بقت جمعت، وطبعا بقى شيء صعب جدا ان اي حد يعني منطقيا حتى ان انت تدير الثلاث جهات ديت، فوجود حد النهارده يبقى رئيس لهيئه سوق المال حتى تحت الرئيس الموجود للرقابه الماليه كلها، ده احنا برضو بنطالب بيه. يعني انت شايف حضرتك معيد الثقه باعاده الهيكله مره ثانيه لسوق المال؟ يعني لازم هيئه سوق المال. وبعدين احنا لو جبنا ببساطه بمنتهى البساطه يعني من تاريخ ما حصل هذا الموضوع ونشوف التاثير عليه على وبعدين اوقات يبقوا مهتمين اكتر ومركزين اكتر في البورصه، اوقات يبقوا مركزين اكتر في التامين، لازم يكون لكل واحده فيهم واحد، وواحد ما هواش مجرد يعني ان هو واخد تايتل او لقب، لا يكون عنده الحريه الكامله ان هو كرئيس هيئه سوق المال زي ما كان زمان. لو كان يعني ده احنا بنطالب بيه من اجل سوق المال، لانه طبعا يعني كان حل مشاكل كتيره جدا يعني الحقيقه. تمام. يعني انت شايف ان احنا لازم الفصل زي ما نادى الاستاذ ده. طيب. يعني 100%.
شكرا استاذ محمد عبد الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. لو احنا حسينا ان البورصه في بؤره اهتمام الدوله هتعود الثقه، وعشان نحس ان البورصه في بؤره اهتمام الدوله والدوله عايزه تطرح فيها برنامج طروحات واسهم جيش وقوات مسلحه وكده، تمام، انا بدعو رئيس السيسي لافتتاح احدى جلسات السوق. جميل. احدى جلسات البورصه، ده يمكن اكبر رساله لعوده الثقه في يوم واحد، مش هتحتاج لاجراءات كبيره، تمام، يوم واحد. فاحنا من خلال منبركم هنا بندعو رئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح احدى جلسات البورصه ليبرهن للعالم اجمع ان البورصه المصريه في بؤره اهتمام الدوله. شكرا استاذ وائل عنبه. شكرا. شكرا استاذ محمد عبد الله. شكرا. اعزائي المشاهدين كده انتهت حلقتنا، بشكر ضيوفي الاستاذ محمد عبد الله رئيس كل دول بانكرز الشرق الاوسط ومصر، والاستاذ وائل عنبه رئيس شركه وائل للشروط الماليه. اشكركم يا فندم، موفقين ان شاء الله. شكرا. ونراكم في الاتحاد الاوراق الماليه باذن الله. وأعزائي المشاهدين بالأمل التقينا والأمل نلتقي إن شاء الله الاثنين الجاي حلقة جديدة وبرنامج أنا الوطن. تصبحوا على خير.